نبتدي نتكلم عن المشروع الرقمي الخاص بالمكتبة. دايما بنحب نقول ان احنا مكتبة اسكندرية هنا مش مجرد مكتبة للكتب على الرفوف بس، احنا هنا مركز بحثي عالمي. عندنا هنا حوالي 17 معرض دائم، 15 مركز بحثي، 4 متاحف، بالاضافة كمان لقطاع الاي تي المسؤول عن العالم الرقمي اللي هنشوف بعض مشاريعه دلوقتي. موقع المكتبة هو bibalex.org ومتاح بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، وبنقدر نوصله من أي مكان في العالم وطول الوقت ومجانا، مفيش داعي لأي اسم مستخدم أو كلمة مرور نهائيا. هنبدأ في البداية إن إحنا نشوف الموقع بتاعنا بيتقسم لإيه. الموقع بيتقسم هنا لعدة أجزاء، أولهم جزء هنا بخصوص الناس المهتمة إن هي تيجي المكتبة وتعمل جولات إرشادية أو تزورها. نقدر نلاقي هنا المواعيد متاحة على الموقع الإلكتروني، كمان لو في حد مهتم إنه يعرف المشروعات والأنشطة اللي هي بتتعمل في المكتبة برضو متاحة على الويب سايت بتاعنا، بالإضافة كمان للمراكز الخاصة بينا اللي برا إسكندرية، لأن المكتبة مش مجرد بس إن هي موجودة في إسكندرية، بل كمان عندنا مشروع اسمه سفارات المعرفة، هو عبارة عن فروع لمكتبة اسكندرية في مختلف المحافظات، أغلب الوقت بيبقى في الجامعات، وده بهدف إن الناس تقدر توصل لمحتوى مكتبة اسكندرية الإلكتروني من غير ما تضطر تيجي للمكتبة نفسها. كمان بالإضافة في جزء هنا للفعاليات المكتبة، الناس بتقدر تفتح تشوف فعاليات اللي موجودة، لو في حفلات على سبيل المثال حابين يحضروها وممكن يحجزوا التذاكر بتاعتها أونلاين وييجوا ياخدوا التذاكر قبل ميعاد الحفلة بوقت بسيط. نرجع تاني للموقع نفسه في البداية، وخلونا دلوقتي نشوف أول مشروع اسمه دار أو مستودع الأصول الرقمية. مشروع دار هو المشروع اللي احنا بنحط فيه مجموعة الكتب الخاصة بينا اللي معمول لها عملية ترقيم أو بالمعنى الأصح عملية مسح ضوئي. احنا خلصنا من مجموعة المكتبة لغاية دلوقتي حوالي 400,000 كتاب، بنقدر نشوف الكتاب كامل لو فيش عليه حقوق الملكية الفكرية، لكن لو لسه حقوق الملكية الفكرية قائمة عليه الكتاب ما بيتفتحش غير من هنا في المكتبة أو من سفارات المعرفة. ولكن من الجدير بالذكر ان من سفارات المعرفة الناس تقدر توصل للمحتوى بتاع دار كامل سواء كان عليه حقوق الملكية الفكرية او لا، ومفيش مشكلة. بننتقل دلوقتي لمشروع تاني من المشاريع اللي حققتها المكتبة واطلقتها، هو مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. مشروع ذاكرة مصر المعاصرة ده بيعمل على توثيق وتاريخ 200 سنة من فترة تاريخ مصر الحديث. حاليا الخط الزمني بادئ من محمد علي باشا ومتوقف عند محمد أنور السادات، لكننا دلوقتي في المكتبة جاري تكملة التوثيق حتى 2013. المشروع ده مش بيختص فقط في توثيق السيرة الذاتية للحاكم، لكن كمان بنوثق فيه كل أحوال الدولة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. فعلى سبيل المثال احنا وثقنا كل الخرائط، كل الخطب، الطوابع، الإعلانات، الوثائق، العملات، أي حاجة ليها علاقة بفترة حكم من اللي موجودين في المشروع. بل كمان المشروع ما اقتصرش فقط على الحكام، بل كمان في رؤساء الوزراء والأحداث والموضوعات وأبرز الشخصيات العامة اللي كانت موجودة في فترة كل حكم حاكم من اللي موجودين عندنا. وبننتقل دلوقتي لمشروع تاني وهو ذاكرة قناة السويس. ذاكرة قناة السويس هو مشروع بيختص في توثيق تاريخ قناة السويس من أول ما تم حفرها لغاية العصر الحديث، وحاليا احنا بنعمل على توثيق تاريخ قناة السويس الجديدة. المشروع ده في مجموعة من الكتب وألبومات الصور والفيديوهات والخرائط، لكن كمان في مجموعة من الوثائق، على سبيل المثال وثيقة عبور السفن اللي عبروا القناة يوم 1 يوليو 1909، بنقدر نشوفها هنا مكتوبة بخط اليد باللغة الفرنسية. نقدر نشوف هنا اسم السفينة اللي عبرت، اسمها ايه، الشركة اللي بتشغلها، المكان اللي هي جاية منه، والوجهة اللي رايحاها، بالاضافة كمان لعدد الركاب والفئات الموجودين فيهم سواء كانوا مدنيين او عسكريين او اطفال، والحمولة اللي هي شايلاها السفينة دي بالارقام ومفصلة تفصيل كامل، كمان لو في داعي ان احنا نزود اي معلومات في النهاية، والمجموع اللي دفعوه عشان يعدوا قناة السويس. من المشاريع كمان اللي حققناها هي مجموعة من الأرشيفات الرقمية لبعض من الرؤساء مصر السابقين، زي مثلا على سبيل المثال محمد نجيب، جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وعدلي منصور. هنبص سريعا مثلا على الأرشيف الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات. لما بنفتحه هنا بنقدر نشوف كل تفاصيل حياته موجودة في مشروع واحد، زي حياته والأرشيف الخاص به وحتى كمان النظرة الإعلامية ليه. في البداية ممكن مثلا نلقي نظرة على اللقاءات التلفزيونية، بيظهر لنا هنا مجموعة من فيديوهات مختلفة للرئيس الراحل أنور السادات سواء كانت خطابات أو لقاءات وما إلى ذلك. أما دلوقتي هننتقل مثلا لكتاب وصف مصر.
كتاب وصف مصر لما الحملة الفرنسية وصلت لمصر مع نابليون بونابرت من سنة 1798 ل 1801، ما كانش الهدف من الحملة فقط ان هو يكون هدف عسكري، بل هو كمان كان هدف ثقافي في نفس الوقت. فنابليون احضر معاه حوالي 150 عالم و2000 فنان عشان يوثقوا ويسجلوا كل حاجة هيشوفوها في مصر، فوثقوا مظاهر حياة المصريين في القرن ال19 بالإضافة كمان لكل الآثار المكتشفة لغاية اللحظة اللي كانوا موجودين فيها في مصر ومظاهر الحياة الطبيعية سواء كانت حيوانات او نباتات بفصائلها المختلفة. فحققوا مشروع كتاب وصف مصر. احنا عندنا هنا في المكتبة في نسختين اصليتين من الكتاب، النسخة الواحدة بتبقى عبارة عن 20 مجلد، وعملنا للكتب عملية ترقيم عشان يبقى استخدامهم متاح للجمهور من اي مكان. نقدر نشوف مثلا على سبيل المثال جزء من الكتب دي، هنا بنقدر نفتح الكتاب كامل، وكمان بنقدر نعمل داونلود لكل صفحات الكتاب، مفيش اي مشكلة. وبننتقل دلوقتي لمشروع تاني هو المتحف المصري العالمي، واحنا في الموقع ده مكتبة اسكندرية حبت ان هي تعمل توثيق لمجموعة القطع الاثرية المصرية الموجودة على مستوى العالم كله في مختلف المتاحف. عدد القطع دي تقريبا هو حوالي 2 مليون قطعة، احنا قدرنا ان احنا نوثق منهم حتى الان حوالي 15,000 قطعة على المشروع، وما زلنا بنكمل المشروع بتاعنا. هنا في المشروع نقدر نبحث مثلا عن اي قطعة لو كانت على حسب الحقبة الزمنية اللي اتصنعت فيها، على حسب المادة، على حسب الموقع اللي تم العثور عليها في مصر في داخل مصر، او حتى كمان المتاحف اللي موجودة فيها. فممكن مثلا نبص على سبيل المثال على متحف المصري في القاهرة، بيظهر عندنا هنا مجموعة من القطع الأثرية اللي موجودة في المتحف المصري. ممكن نختار القطعة دي على سبيل المثال، بنقدر نشوف هنا وصف للقطعة بالإضافة للمكان اللي هي محفوظة فيه والرقم بتاعها وتاريخ صنعها والمكان اللي تم العثور فيه على القطعة دي. وبنشوف دلوقتي آخر مشروع وهو أحدث مشروع اسمه الهيروغليفية خطوة بخطوة، واللي أطلق المشروع ده هو مركز دراسات الخطوط، وده أحد المراكز البحثية هنا في المكتبة. حبوا إن هم يعملوا زي قاموس أونلاين للغة المصرية القديمة وتحديدا الخط الهيروغليفي، وكمان مش بس إن هو يكون قاموس، إن هو كمان يكون موقع تعليمي لو حد مهتم إن هو يتعلم اللغة المصرية القديمة. فهنشوف دلوقتي على سبيل المثال إزاي نقدر ندور على المشروع ده. إحنا بنقدر ندور بالعلامات، نقدر ندور بالكلمات او بالقيم الصوتية. العلامات فهنختار اي علامة، هنا مثلا اخترنا دي، بيظهر لي بعد ثواني مجموعة من الكلمات اللي موجود فيها الرمز ده بالاضافة للترجمة بالعربية والانجليزية والنطق الصوتي بتاعها باللغة المصرية القديم عامل ازاي بالظبط. زي ما احنا شايفين هنا مثلا بنشوف قائد عسكري، النطق الصوتي بتاعها موجود فوق وهي بتتنطق أثو. هنا عندنا الكلمة بالخط الهيروغليفي والترجمة بالإنجليزي. أما في وسيلة بحث أسهل من ده بكتير وهي البحث بالكلمات، يكفي إن أنا أكتب الكلمة باللغة الإنجليزية أو بالعربية وهيطلع لي النتيجة. فإحنا دلوقتي بندور على الشمس، فظهر لنا كل الكلمات اللي فيها رمز الشمس قدامنا أو المتعلقة بالشمس زي يوم، نهار، أو حتى كمان الفعل يشرق، بالإضافة كمان للترجمات بالعربية والإنجليزية والمنطوق الصوتي. لكن لو حد مهتم زي ما قلنا ان هو يتعلم اللغة المصرية القديمة، فالجزئية بتاعت التعليم موجودة هنا متاحة اونلاين مجانا لكل الناس يقدروا يوصلوا لها. بنشوف دلوقتي مثلا العلامات الأحادية على سبيل المثال، بيظهر لنا العلامة بالمصري القديم بالخط الهيروغليفي، القيمة الصوتية بتاعتها والمنطوق بالعربي والمعنى بتاعها او الوصف بتاعها. وفي النهاية في بعض كمان الاختبارات اللي تقدروا تجربوها بنفسكم عشان تشوفوا وصلتم لأي مستوى من تعلم اللغة المصرية القديمة. ولان المكتبة بتؤمن ان هي دورها مش مقتصر فقط على ان هي تكون هنا في مدينة اسكندرية على الارض او في داخل مصر، بل احنا كمان اطلقنا المشروع الالكتروني بتاعنا عشان نقدر نوصل للناس في كل مكان في العالم. فإيمانا مننا ان الناس قبل ما بتيجي تسافر او قبل ما تيجي تزور مكان معين بتحب تعرف عنه تفاصيل قبل ما توصل، فاحنا اطلقنا مشروع المكتبة الالكتروني بحيث ان الناس تقدر تدخل وتشوف مواعيد الزيارات، التفاصيل بتاعت المواعيد بتاعت فتح وقفل المكتبة. احنا موجودين في معرض اسكندرية عبر العصور، وهو معرض دائم في مكتبة اسكندرية من مجموعة مقتنيات دكتور محمد عوض. دكتور محمد عوض هو مهندس معماري ومؤرخ، وجمع مجموعة كبيرة من اللوحات النادرة والخرائط اللي موجودة هنا في معرض اسكندرية عبر العصور. طبعا المعرض بيهدف بالأساس للتركيز على دور اسكندرية عبر العصور في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية. المعرض بينقسم لقسمين أساسيين، الجزء الأولاني بيضم مجموعة من الخرائط النادرة واللوحات اللي رسمها المستكشفين
والرحالة اللي وصفوا فيها مدينة اسكندرية منذ بداية نشأتها في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى بداية القرن التسعتاشر. أما الجزء الثاني من المعرض فبيضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي بتوصف اسكندرية المدينة الكوزموبوليتانية أو متعددة الثقافات منذ بداية القرن التسعتاشر وحتى منتصف القرن العشرين. وجزء ده بيركز أكتر إزاي المدينة كان فيها عدد كبير من الجاليات اللي عايشة مع بعض في نفس المكان، زي الجاليات اليونانية والفرنسية والإيطالية وغيرها، واللي انعكس بالتالي على المدينة، مبانيها، شوارعها، ميادينها، والناس والحياة الاجتماعية اللي كانت موجودة في الفترة دي. أيضا المعرض بيضم مجموعة من المجسمات المعمارية الخاصة بمركز دراسات اسكندرية وحضارة البحر المتوسط، والحقيقة إن المجسمات دي بتوصف مجموعة من أهم الآثار والمباني اللي كانت موجودة في اسكندرية، زي فنار اسكندرية، معبد السرابيوم، مسجد الألف عمود، وغيرها من المكتات والمجسمات، بالإضافة أيضا إلى مجموعة من الفيديوهات اللي بتوصف شكل المباني دي. والحقيقة إحنا اعتمدنا في عمل المكتات دي على ثلاث حاجات أساسية، طبعا اللوحات والرسومات الخاصة بالرحالة، أيضا الكتابات الخاصة اللي بتوصف المواقع دي، وأيضا اعتمدنا كمان على البقايا المعمارية اللي موجودة في الأماكن دي. مثلا دي مجموعة مكتات بتمثل فنار اسكندرية، ازاي التغيير اللي حصل فيه، ازاي الفنار كان موجود وبعد كده اتبنت القلعة على نفس الاساسات اللي موجود عليها الفنار. واعتمدنا في الدراسة دي على دراسة خاصة بالمؤرخ او العالم الالماني هيرمان تيرش، اللي عمل دراسة ورسومات تخيلية لشكل فنار اسكندرية، وازاي هو كان واحد من اهم عجائب الدنيا السبعة، ازاي مش بس انشائيا لكن كمان الاضاءة اللي كانت بتخرج منه، وازاي كان بيقدر السفن تشوفه من مسافات بعيدة وتقدر توصل لمدينة اسكندرية. طبعا انا بدعو كل الناس ان هم يزوروا معرض اسكندرية عبر العصور عشان يتعرفوا على تاريخ اسكندرية عبر العصور وعلى أهم المعالم والأثار اللي موجودة في تاريخ اسكندرية. والمعرض موجود في مستوى البي 1 في مكتبة اسكندرية. بخير وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في متحف الرئيس السادات. طبعا المتحف هنا تم إنشاؤه في 2009 بمبادرة تعاون مشتركة بين مكتبة الإسكندرية وأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحديدا زوجته السيدة جهان السادات رحمة الله عليها. في البداية طبعا احنا يعني عملنا موقع الكتروني للرئيس السادات، وثقنا عليه مجموعة نادرة من الخطب دي والصور الخاصة به. بعد كده تم تأسيس المتحف وافتتاحه في فبراير 2009. المتحف هنا بيضم مجموعة مقتنيات الرئيس السادات الشخصية، واللي طبعا زي ما ذكرنا قبل كده كانت اهداء من اسرته. طبعا المتحف هنا ابرز مقتنياته هي مجموعة من الاوسمة والنياشين الخاصة بالرئيس السادات واللي تم اهدائها ليه سواء من داخل مصر او في زيارته للدول الثانية، كمان مجموعة من السيوف التذكارية، بالاضافة طبعا لمجموعة من الصور ليه من وقت ما كان طالب وحتى يوم وفاته، كمان صور لحرب اكتوبر المجيدة، بالاضافة لصور زيارة الرئيس السادات التاريخية لاسرائيل في نوفمبر 77، ووصولا طبعا لصور توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ونهاية في المتحف هنشوف مجموعة من البدل العسكرية الخاصة بالرئيس السادات، وهنشوف طبعا ابرزها البدل اللي لبسها الرئيس السادات لحظة اغتياله واللي زال عليها اثار دمائه، بالاضافة للساعة الشخصية الخاصة بيه واللي كان محفور على ظهرها آية الكرسي. كمان الزائر يقدر يشوف المكتب والمكتبة الخاصين بالرئيس السادات، ويشوف مجموعة من الكتب للرئيس السادات يعني كانت موجودة في مكتبته واللي معظمها موجود او مكتوب عليها اهداءات خاصة بيه، بالاضافة طبعا لمجموعة من الاوراق الخاصة بخط ايد الرئيس السادات، ويعني نقدر نقول مذكراته واجزاء من خطة حرب اكتوبر وخطابات كتبها السادات لبناته. الزائر ايضا يستطيع ان هو يسمع صوت الرئيس السادات وهو بيقرأ القرآن، ودي اخر حاجة الحقيقة يعني الزائر يقدر يشوفها اللي هي بدلة الاغتيال، ويسمع صوت الرئيس السادات في الخلفية وهو بيتلو القرآن الكريم. متحف الرئيس السادات بيعبر عن فترة مهمة في سواء يعني في تاريخ مصر او حتى في العالم كله، ودي دعوة مننا دلوقتي للسادة المشاهدين سواء كانوا مصريين او غير مصريين، طلبة او من جميع الاعمار، ان هم يجوا يزورونا هنا في المتحف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود صلاح، مرشد سياحي مصري، ومعايا جيست من امريكا، وهو في مكتبة اسكندرية حاليا وحابب يقول الفيدباك بتاعته عن زيارته للمكتبة والاسكندرية بشكل عام والمصر. Just representing yourself, sir. Yeah, my name is Tim Hart and I'm from America. I teach middle school social studies with teenage kids basically.
And this is my daughter, Ashley. Hi. She just graduated from university just recently. Before you come in Egypt, you just telling me you attend some lecture in the state. We did. We saw Dr. Hawass. He's on tour right now throughout the United States, and we saw him in Portland, Oregon, and encouraged us to come to Egypt, that it's a wonderful place with beautiful culture, beautiful people, very welcoming, and it's very safe, and we've enjoyed our experience so far. What about your feedback about your visiting Alexandria today? Alexandria has been wonderful. We definitely had it on our itinerary. We knew we wanted to try to come here, and we ended up meeting Momo online and found a great opportunity to find a local guide to bring us around and show us the city and the beautiful places about it. And so certainly a very welcoming place that we've enjoyed getting to see and getting to know the heart of Egypt. If you have anything to sharing with your student when you will getting back to state, giving them any kind of message or something about Egypt, what you would say? I think the biggest message is to come and experience it. I think, you know, we talk about it in lectures and we talk about it in study books and things like that, but I think to be here and actually see the culture, see the people, see the sights, and know what it's really about is just a different feeling altogether. When you see those things in person, it's just a different feeling, and it's really important for people to come and experience this great country. Sounds good. Hope you're enjoying your timing in Egypt, and thanks a lot, sir. Thank you so much. We've loved it so far.